U Španiji poručila ukoliko se desi iza šaltera فالمؤمن إذا أصابه مكروه لا يكتئب ولا ييأس لأنه يعلم أن عذابه. في غزوة بدر كان الصحابة أن يلاقوا نفير قريش في شوكتهم وقوتهم وأحبوا أن يغنموا القافلة. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون معكم دائما كيف أغسل يداي بطريقة صحيحة؟ صابون سائل فنضعه في وسط اليد وإن كان لدينا لوح صابون فنمسك به جيدا بكلتا اليدين نفلك اليدين بالصابون لمدة 20 ثانية على الأقل ونفلك بين الأصابع والإبهامين وباطن وظاهر اليدين والمعصمين ثم نغسل اليدين بالماء جيدا حتى يذهب الصابون تماما ثم ننشف اليدين بالمناديل جيدا ونقفل صنبور المياه بالمنديل ونفتح باب الحمام بالمنديل أيضا ثم نرمي المنديل في سلة المهملات وهكذا أثيركم لحياة صحية Thank you.
أعلنت قوات بركان الغضب سيطرتها على مناطق ومواقع متقدمة بمحور عين زارة والكزير ما عقب هجوم واسع شنته الثلاثاء. وبحسب الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب، فإن قوات الجيش تمكنت من أسر ما يقارب 25 عنصرا من ميليشيات حفتر وتدمير آليتين مسلحتين ومدرعة إماراتية، إضافة إلى غنمها دبابة وأسلحة وذخائر متنوعة. فيما واصلت فرق الهندسة العسكرية استمرارها بانتشار الألغام التي زرعتها ميليشيات حفتر المنسحبة من منازل المواطنين بمحور الخندة والمشروع. لا يوجد في هذه الأمة شرك، كلهم موحدون. Thank you.
ويستغاث بأصحابها ويقصدون في الشدائد والرخاء في الشدائد والرخاء. فبان الفرق والبول الشاسع، فإن أهل زماننا يشركون في الرخاء والشدة، في الرخاء والشدة، ويلجؤون إلى فجار. السعودية كلها طيب والدم الوطنية إن شاء الله. بفيروس كورونا المستجد بتونس عند 1051 حالة مثبتة حسب بلاغ الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا والذي نشر بعيد الساعة. من ليبيا. عرفت. به ميلاد
راس العنوشي ما كانش يكور وحده، ما كانش كما اليوم راس العنوشي والبقيه، خاطر اليوم راس العنوشي والبقيه في حركة نار. في السبعينات كانوا ثم شخصيات معناها هو صحيح. استخدمت فيها المنهج الاستنباطي، حاولت أن أستخرج هذه المعاني كما يقولون اجتراح معنى من معنى، مصطلح من مصطلح، وحاولت بقدر الإمكان أقترب من هذا العملاق، هذا الطود العظيم بصراحة عبد الحليم الفناني، وهي حياة مريرة، يعني الألم الذي يظهر صدق صدق هذه الأعمال هو الألم، لولا الألم لم يكن هناك عمل. رحمه الله، وكما يقولون ما أنا إلا دخل في رؤوس نخل جامد. هذا الشيخ الكبير. شكرا دكتور، شكرا منتج الفرصة اللي تحصل هنا مؤخرا، فأهلا وسهلا. عدد المسجلات في أوروبا والولايات المتحدة مما جعل أمريكا اللاتينية البؤرة الجديدة للوباء. على الصعيد الدولي سجلت مصر 14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، فيما رصدت ليبيا إصابتين جديدتين. وقد حذرت منظمة الصحة العالمية الدول التي تشهد تراجعا في الإصابات بالفيروس من خطر ذروة ثانية فورية إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع. تحذيرات جاءت في وقت قالت فيه بريطانيا إن وزارة الصحة ستستخدم عقار ريميديسيفر المضاد للفيروسات في علاج بعض المرضى المصابين، فيما ألغت الحكومة الفرنسية التدابير الاستثنائية.